تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لمعلم يتابع الدروس مع الطلاب على الرغم من مرضه وحضوره إحدى جلسات الغسيل الكلوي بمحافظة الخرج. خلونا نشاهد المقطع. أتكلم أقول أن دروسكم البقية بقية الأسئلة أكملوا حلها وأرسلوها لي، يعني يوم الأحد أسألكم من حل الأسئلة ومن محلها، أوكي؟ لا لا لا، في كتابك أنت. حامد أنا في شو أقول والله، أنا في شو أقول أنا تعال. ما عندك. أي أوكي، يعطيك العافية. هاي ياسر. يا أخي صراحة هذا المقطع تعجز الكلمات أمامه، شفنا هذه التضحية وفي عز هذه الظروف. للتعليق أكثر حول هذا المقطع معنا من شاهدناه الآن عبر هذا الفيديو الأستاذ خالد بن عكاش العنزي، وهو معلم لغة عربية بمتوسطة حطين بالخرج. أستاذ خالد أهلا ومرحبا بك في أخبارك. هلا بك، هلا حياكم الله، هلا بكم. أولا تمنياتنا لك بالشفاء. صراحة شفنا هذا المقطع اليوم، يعني الكلمات عاجزة صراحة أمام هذا المشهد. صف لنا كيف كان هذا اليوم وممارستك للحصة الدراسية أثناء جلسة الغسيل. الله يجزاك خير أول شيء، الحمد لله على كل حال. طبعا الحصة الدراسية اليوم وافقت جلسة غسيل. طبعا توعدتنا الطلاب، قلت أنا إن شاء الله راح أكون معاكم على جلسة غسيل، أتمنى يعني أن الطلاب يكونوا معي. طبعا كان الدرس عبارة عن قراءة عدد النصوص. تفاعل الطلاب، يعني كانوا عارفين وضعي وحالتي، والحمد لله كان تفاعلهم طيب جدا جدا. طبعا الحمد لله هذا الشيء واجب علينا ولابد أننا نعمل من أجل هذا الشيء، ومثل ما قال سمو سيدي ولي العهد همتنا كجبل طويق لن تنكسر نهائيا بإذن الله تعالى. بإذن الله. ما شاء الله أستاذ خالد، إذا سمحت لي، من متى وأنت في السلك التعليمي؟ أنا حاليا 10 سنين لي تقريبا. ما شاء الله تبارك الله، وكل هذه الفترة والفتور ما وجد طريق إليك وأنت في هذه الظروف وأيضا مستمر. ودينا تكلمنا عن شعورك وانت تتابع طلابك عن بعد في هذه الظروف. والله الحمد لله، يعني انا شو الطلاب قاعد يتفاعلون بشكل جدا ايجابي، يعني الحمد لله في تفاعل طيب، الطالب يهتم يسال. ممكن لو كان الحضور او الدراسه حضوريا ما تفاعل الطلاب بالشكل المطلوب حاليا، لكن كانت خطوه ايجابيه جدا جدا لما كان الدراسه عن بعد، فهي خطوه ايجابيه وتفاعل الطلاب دليل على ذلك والله. يعني اللي فهمته منك استاذ خالد شفت التفاعل اليوم كبير جدا خلال الحصص الدراسيه عن بعد. اي صحيح صحيح، انا حضرت معهم تقريبا كذا حصه، تفاعلهم طيب والطلاب يشاركون ومهتمين يعني صراحه. وانا عندي اولاد يعني في البيت، يعني لما يطلع من المعلم الحصه يسمع على طول الحصه الاخرى، فأجد حتى زملاء الطلاب يتواجدون في الحصة الأخرى، فهذا دليل أن الطالب ما شاء الله بدأ يتقبل فكرة التعليم عن بعد. ما شاء الله أستاذ خالد، وأنت تعيش دور الأب في البيت ودور المعلم أيضا في ظل هذه الظروف، صراحة يعني نرفع لك العقال على قولتهم على هذه الجهود. ودنا نختم معك برسالة توجهها للطلاب والطالبات اللي يسمعونك الآن. أقول لهم الله يعطيكم العافية، نحتاج منكم الجد والاجتهاد، وإن شاء الله أزمة تعدي ونلتقي على خير، والقادم أجمل بإذن الله تعالى. بإذن الله، والشكر لك على كل هذه المجهودات واستمرارك في العملية التعليمية، وما في ظرف وقف أمامك طبعا بعد توفيق الله لك أستاذ خالد. شكرا لك على هذه الجهود، وشكرا أيضا لمداخلتك. كان معنا الأستاذ خالد العنزي وهو معلم اللغة العربية بمتوسطة حطين بالخرج. شفنا هذه النماذج إبراهيم، يعني كل هذه الظروف